ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. احنا عندنا السنة دي في مادة الانجليش اللي هي انجليش فور انجينيرينج، تفتحوا معايا اوبن بيج 112. اول حاجة عندي بيقول لي السؤال اللي دايما بيجي لنا، بيقول لي define form letters، او عرف ايه المقصود ب تكوين الخطابات او شكل الخطاب بيبقى عامل ازاي. بيقول لي form letter is a standard letter which can be sent to many people in similar circumstances. For example, mail order company received many orders but wasn't always able to supply goods quickly. Customers complained when there was delay, so the company prepared this form letter. بيقول لي هنا ان تكوين الخطابات هنا هو عبارة عن standard letter، هو عبارة عن رسالة. الرسالة دي أنا بقدر أبعتها لعدد من الأشخاص على حسب الظرف اللي قدامي. على سبيل المثال هنا إن الشركة هنا بدأت تستلم عدد من الأوردرز، الأوامر أو الطلبات، إن في there was delay، إن في تأخير. طيب المشكلة كانت فين؟ قال لي هنا but wasn't always able to supply goods quickly. المشكلة هنا كانت الشركة كانت غير قادرة على supply goods، هنا معناها توريد السلع، ما كانتش قادرة توصل السلع بطريقة أسرع. علشان كده customers اللي هم الزبائن complained، بدأوا يشتكم when there was delay، إن في تأخير. So the company prepared this form، علشان كده الشركة بدأت تجهز الشكل ده من الايه، من letters أو الخطابات. يبقى أول حاجة، يبقى السؤال دوت مهم جداً، ايه المقصود بفورم ليترز او تكوين الخطابات. بعد كده في نفس البيج دي هنشوف مع بعض شكل من اشكال الليترز او الخطابات اللي موجودة عندنا. بيقولي هنا ليفت اند رايت ليميتد. عندي طبعا ثلاث حاجات، الحاجات دول اساسيين. اول حاجة بيزنس بيلدينج، اسم المبنى. بعد كده في اسم الشارع سيتي ستريت، وبعد كده في تاون او اسم الايه، المدينة. رابع حاجة عندي في ديت او التاريخ. يبقى انا عندي الحاجات دي حاجات اساسية. اول حاجة اسم المبنى، اسم الشارع، اسم المدينة، والتاريخ. بعد كده بيقول لي دير سير. يعني انا علشان ابدأ الليتر بتاعي لازم يبقى عندي فيه سليتيشن او تحية. هنا بيقول لي دير كاستومر، لان الشركه هي اللي كتبه للعملاء بتوعها، قالت لهم دير كاستومر. طبعا هنا انا لو في خطاب تاني ممكن بدل ما استخدم كاستومر ممكن استخدم هنا دير سير، او ممكن اقول دير مدام، او دير مستر، او دير مس. بس لازم وضروري جدا you should use salutation dear to begin letters. follow dear with the name. يعني المفروض هنا اهم حاجة ان انا بكتب dear، مهمة جدا في كل letters وكل الخطابات اللي موجودة عندي. وبعد كده name او الاسم، ممكن customer، ممكن يبقى madam، ممكن يبقى mister، ممكن يبقى sir، على حسب ان انا بعتله ايه الليتر. الشركة هنا بتقول thank you very much for your recent order which we appreciate. We hope to send you the goods within few days. Meanwhile, we enclose details of our special offers and feel that this will interest you. الشركة هنا في الأول طبعا بدأت تشكر العملاء بتوعها على الطلب الحالي. We appreciate هنا معناها نقدر، بدأت تقدر هنا ان هم خدوا الأوردرز منها. We hope to send the goods. قالت كمان ان احنا بنأمل ان احنا نرسل البضائع في ايام قليلة. Meanwhile we enclose details. احنا كمان بعتين تفاصيل، التفاصيل دي of our special offers، تفاصيل لعروض خاصة. And feel that this will interest you. طبعا الشركة هنا بسبب المشكلة بتاعت تأخير البضائع بعتت الخطاب ده او الليتر ده في نفس الوقت علشان تبعت تفاصيل العروض اللي عندها، وفي نفس الوقت علشان المشكلة بتاعت تأخير البضائع.
طبعا في الاخر خالص المفروض ان you have to sign، علشان كده قالوا yours sincerely manager customer relation. طبعا ابسط حاجة the most simplest and useful in letters that you can use yours sincerely or yours forcefully. ابسط حاجة بنستخدمها لما نيجي نكتب الليتر بتاعنا او الخطاب yours sincerely، هنا معناها المخلص، او yours forcefully. في الاخر خالص بيقول لي in this case cleric in the company's office can just write in the date put a reference number and send the letter. The signature can be printed and the company it doesn't bother to give the name and the address of the receiver since this will be on the envelope anyway. طبعا المفروض ان احنا بعد ما نكتب الليتر بتاعنا او الخطاب، الشركة هنا هتبدأ ترسل الليترز وهتحطها هنا في انفلوب معناها ظرف. يبقى البيج دي كل اللي مطلوب منك حاجتين، اول حاجة تعرف لي define form letters، تعرف لي ايه المقصود بيه تكوين او شكل الخطابات، طبعا الديفينيشن ده مهم جدا. بعد كده مطلوب مننا كمان ان انا اعرف شكل من اشكال الليترز او الخطابات اللي موجودة عندي، زي الليتر اللي موجود ده اللي هي الشركة بعتاه طبعا، ويبقى فيه نوع من انواع التنظيم. اول حاجة بتكتب لي الاسم، اسم الشركة واسم الشارع واسم المدينة والتاريخ. بعد كده تبدأ في التحية. في الآخر خالص the end of our letter أو نهاية إيه الخطاب بتاعنا. هنفتح مع بعض هنا page 113 أو 113، هنكمل the letters. في exercise موجود عندي هنا بيقول لي you work for a book company design letter which can be sent to customers who have ordered books. Inform them that the books have arrived and are ready for them to collect. Leave space so that cleric can write in the titles of the books. المفروض هنا الاكسرسايز دوت مطلوب منك اللي انت تبدأ تتعرف ازاي بتكتب او ديزاين، تعمل تصميم لخطاب عندنا. الخطاب دوت المفروض ان انت هتبعته لي، انت بتشتغل في شركة وهتصمم خطاب. الخطاب دوت هتبعته لي العملاء، هتبدأ تقول لهم ان البوكس خلاص، ان الكتب هنا وصلت and ready وجاهزة. طبعا ده شكل من اشكال الليترز او الخطابات، مهم برضو ان انت تعرف شكله عامل ازاي. بيقولي هنا order letters there are many kinds of order letters some are quite simple. طبعا وده شكل من ابسط شكل من اشكال الليترز او order letters. قال لي هنا dear sirs please supply، وجاب لي هنا المحتوى والكونتنت بتاع الليترز اللي موجود عندي. في الاخر خالص قال لي yours faithfully المخلص. more complicated orders aren't sent in the form of letter. special order form is used. information on this type of form may include the order number, catalog number, item exact details or specification the number of quantity. يعني ايه؟ بيقول لي المفروض ان دوت شكل من اشكال الليترز اللي هو order letters. بيقول لي هنا ان الorder letters هنا بيبقى شكلهم عامل ازاي. طبعا هنا الorder letters هنا بيكون include بتحتوي على order number رقم الطلب، و catalog number ورقم الكتالوج. في كمان details، في تفاصيل، عندي كمان number or quantity رقم الكمية أو رقم الطلب اللي عندي، supplies المكان، طريقة التسليم and other information ومعلومات أخرى. يبقى أنا مطلوبة عندي هنا في page 113 إن أنا أشوف شكل من أشكال letters أو الخطابات اللي هي order letters. بعد كده في نهاية البيج في عندي authorization letter أو خطاب التفويض. أنا في خطاب التفويض دوت بيقول لي there are times we couldn't be able to go and attend personally to our transactions even if this talks about money. authorizing someone to get your money from a bank. يعني بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن خطاب التفويض دوت There are times we couldn't able to go and attend personally. إن في بعض الأوقات بنبقى غير قادرين إن إحنا نروح نخلص
أي معاملة أو أي حاجة متعلقة بالجانب المادي أو الفلوس. To our transactions معناها المعاملات، أي حاجة عايزة تخلص. Or talks about money. Authorizing someone. Authorizing someone هنا معناها السماح لشخص، أنا ببدأ أسمح أو بكلف شخص بالنيابة عني. To get your money from a bank، إن هو يروح ويجيب الفلوس بتاعتي من البنك. البيج اللي بعدها بيج 114، مش بس يروح يجيب الفلوس بتاعتي من البنك، أو from the Western Union أو من الاتحاد الغربي. Requires authorization letter and identification card، المفروض إن أنا ببعت الشخص دوت وببعت معاه identification card، هنا معناها بطاقة تحديد الهوية. يبقى أنا مطلوب عندي هنا إن أنا أبدأ أعرف إيه المقصود ب authorization letter أو خطاب التفويض. خطاب التفويض دوت أنا عايزة أخلص معاملة من المعاملات المالية، ببدأ أبعت شخص بالنيابة عني إن هو يخلص لي المعاملة دي، سواء كانت إن هو يجيب لي جودز بضائع أو يجيب لي هنا ماني أو كده من البنك. أنا مهم جدا إن أنا أبدأ أعرف التعريف ده. بعد كده شكل الخطاب هنا موجود عندي في 114، بيقول لي blue is an example of authorization letter. علشان أكتب خطاب التفويض لازم أكتب هنا الديت، التاريخ تحتها بالظبط، تو الشخص اللي أنا باعت ليه أو المكان اللي أنا باعت ليه الليتر بتاعي أو الخطاب ده. بعد كده ببدأ الجريتينجز أو التحية. ممكن أقول هنا دير زي ما اتكلمنا في الليتر اللي فات أو الخطاب اللي فات. بعد كده ببدأ أدخل في الليتر بتاعي، بيقول لي due to unavoidable circumstances I am not able to personally go there to get my money. الشخص ده بيقول بسبب unavoidable، هنا معناها لا مفر منها، بسبب الظروف اللي لا مفر منها I am not able to go، أنا مش قادر أروح وأجيب الفلوس بتاعتي. In line with this I am authorizing Mr، علشان كده أنا فوضت Mr أو Miss، وبنكتب هنا النيم بعدها. To receive this amount، إن هو يستلم الكمية. State the amount is possible on my behalf، إن هو يروح يستلم الكمية أو البضاعة بالنيابة عني. وفي الآخر خالص بتقول له thank you very much truly yours signed، وبنبدأ نعمل sign أو بنمضي مكان في نهاية الليتر ده أو الخطاب ده. يبقى أنا في البيج دي مطلوب مني حاجتين، مطلوب مني إن أنا بعرف إيه المقصود بخطاب التفويض أو authorization letter، ببدأ أعرف كمان الشكل من أشكال letters أو الخطابات، ده موجود عندي في 114 في بداية البيج. وفي حاجات أساسية بنبدأ نكتبها، بتكتب الديت، تكتب الشخص أو المكان اللي أنت بعت لي الخطاب ده، وبعدين بنبدأ التحية بتاعتنا والمحتوى أو الكونتنت بتاع letters بتاعي، وفي الآخر خالص the end of our letter. في نفس البيج هنا another form of letters، شكل تاني من أشكال letters أو الخطابات عندي letter request for scholarship grant، خطاب لطلب منحة دراسية. أول حاجة عندي date، التاريخ. to الشخص اللي أنا باعت ليه أو الجهة اللي أنا باعت ليها letters ده. بعد كده في dear sir، في طبعا ممكن بدل dear sir هنا ممكن dear mister، دير مس لو انا ما اعرفش اسمائهم. طيب لو انا اعرف اسم الشخص ده، لو انا اعرف اسمه ممكن اكتب دير جون دو او دير مستر جون. بعد كده بدخل بقى في جريتينجز او التحيه. التحيه هنا علشان الشخص دوت او الخطاب دوت مبعوث لحد انفورمال بطريقه غير رسميه، يبقى ممكن اقول له جود مورنينج، جود افترنون، او هاو ار يو. ببدأ أدخل بقى في الكونتنت أو المحتوى بتاعي للخطاب دوت أو request for scholarship grant أو خطاب منحة دراسية. المحتوى بتاع الليتر ده في 115 بيج 115. في بداية البيج هنا I have been teaching for 5 years now and I have seen the dynamic changes in our educational system in which teacher needs to upgrade and enhance his or her teaching strategies. بيقول هنا I have been teaching for 5 years now،
الشخص دوت بيدرس، بيدرس من 5 سنين. and I have seen the dynamic changes. dynamic changes هنا معناها التغيرات الديناميكية أو التغيرات اللي حصلت in educational system، في النظام التعليمي. in which teacher needs، طبعا ده اللي المدرس بيحتاجه. to upgrade هنا معناها رفع، رفع مستوى. and enhance معناها تحسين his or her teaching strategies، استراتيجيات التدريس. يبقى الشخص اللي بعت هنا بيقول ان هو بيدرس 5 سنين، شاف كل التغيرات اللي حصلت في التعليم، شاف كل الاحتياجات اللي المدرس محتاجها علشان يرفع ويحسن مستوى التعليم. الباسج اللي بعدها I am your name here 32 years old and faculty member of the name of the school teaching staff. I'm no longer able to support my graduate studies due to financial constraints and that my family financial needs continue to grow also as my children will be going to school for the next school year. في الباسج دي بيقول I am، بين قوسين المفروض ان هو هيكتب النيم او هتكتب النيم لو انت اللي بعت الخطاب ده. بعد كده your age هتكتب سنك، هنا قال 32 years old. بعد كده بيقولي and faculty member، كان عضو من أعضاء الهيئة التدريسية. بين قوسين هتكتب لي هنا the name of the school، اسم المدرسة أو الهيئة اللي انت تابع ليها. I am no longer able to support my graduate studies. الشخص ده بيقول ان انا خلاص ما عدتش قادر. support هنا يدعم أو يساند. graduate studies هنا الدراسات العليا، انا مش قادر اكمل الدراسات العليا. طب ايه المشكله؟ due to financial constraints. financial constraints هنا معناها القيود الماليه، الشخص ده عنده قيود ماليه، عنده مشاكل من الناحيه الماليه. and that my family financial needs continue to grow. من ناحيه تانية برضو في احتياجات الماليه المتزايده للاسره. بعد كده also as my children will be going to school for the next school year، أطفاله كمان يروحوا المدرسة next year. يبقى هو بيطلب في الليتر ده أو الخطاب دوت المساندة، مساندة مالية علشان يقدر يكمل الدراسات العليا بتاعته، عشان بقى فيه عنده مشاكل، احتياجات الأسرة المتزايدة، كمان احتياجات الدراسات العليا. في الباسج اللي بعدها بيقول in view of this I would like to request your good office for financial assistance so that I could be able to continue my graduate studies. This is not only for my professional growth but also to upgrade and enhance my teaching skills to suit our dynamic educational system. In view of this في النهاية I would like to request your good office for financial assistance، المساعدة المالية. بدأ يطلب بقى من الشخص ده المساندة والمساعدة المالية so that I could be able to continue my graduate studies علشان أقدر أكمل دراسات العليا بتاعتي. This is not only for my professional growth، ده مش عشان أنمي الجانب المهني بتاعي، but to upgrade، ولكن ده علشان upgrade أرفع، ده عشان أرفع and enhance وأحسن my teaching skills، المهارات التدريسية، علشان تلائم النظام التعليمي المتغير في شكل إيه dynamic. في الباسج اللي بعدها I am willing to be called for an interview at your most convenient time. I can be contacted on this new your contact number or through my email address. Your email at here. I am willing، أنا أرغب أو أنا أريد to be called up، إن أنت تتصل بي for an interview، تعمل معايا interview at your most convenient time، في الوقت convenient time.